أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك. تحيد من هذا القانون الدقيق. أنك تقترح التحييد، ما تبقاش، أولا لأنها تميز بين أعضاء المجلس. تميز بين أعضاء المجلس هناك. أحمد عندك شي حاجة بغيت تقول؟ لا لا لا. أولا إلا شفنا مثلا المواد اللي جاية والفقرات اللي جاية مثلا المادة 38 و39 و40 دور ولا المنع كي ترتبط بالفعل بواحد الفعل معين، يعني اما انه هناك من اثار الشغب او من قاطع زميله او من قام بعمل يخل بسير العمل او بسير الجلسه، في هذه الحاله كيكون يعني ذاك الجزاء منطقيا ومقبولا لانه ينصب على الفعل. والحاله انه يقترح رئيس المجلس الجمالي يرأس اللجنة رئيس المجلس الجمالي